راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامج لهذا اليوم الاربعاء الموافق 4 من شهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى نوعها، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية والقنصلية المصرية بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات التي يتعرض لها السودانيين في القاهرة. 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وظهور 4 حالات إصابة بهم الضنك لمحلية الفاشر في ولاية شمال دارفور. إضراب نواب اختصاصي النساء والتوليد بالمستشفى السعودي في الفاشر ووقف احتجاجية للتأمين الصحي في الخرطوم. فتح الطريق القاطي بين القضارف والقلابات بعد إغلاق دام 5 أيام واعتصام منطقة جودة بالنيل الأبيض يدخل يومه الثامن. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نظم العشرات من منسوبي لجان المقاومة أمس الثلاثاء وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية والقنصلية المصرية بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات التي يتعرض لها السودانيين في القاهرة على خلفية احتجاجات اندلعت بسبب مقتل طفل سوداني على يد 40 مصري. وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بما اسموه بتكتم وتجاهل وزارة الخارجية للانتهاكات التي يتعرض لها السودانيين في القاهرة، وطالبت الوقفة بإطلاق كافة المعتقلين السودانيين في القاهرة جراء الاحتجاجات التي نظموها على خلفية مقتل الطفل. وأعرب المحتجون عن استيائهم لغياب دور السفارة السودانية في القاهرة في قضية مقتل الطفل السوداني. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص: احنا امام وزارة الخارجية الان، وطبعا واقفين تمديدا للانتهاكات اللي بتحصل الايام دي في الغصب للسودانيين. وزي ما عارفين قبل ايام اتقتل الطفل البريء عمره 12 سنة من قبل واحد من المواطنين المصريين، لكن للأسف حتى الان ما في اي اجراءات اتخذت في الموضوع ده. وزارة الخارجية ساكتة، الحكومة السودانية عموما ساكتة في الموضوع، والحكومة المصرية هي بتتستر على الجريمة دي لأنه أصلا المواطن منهم. فبالتالي يعني إحنا قلنا عملنا وقفة احتجاجية، وفي موضوع في أسئلة كثيرة إحنا بنتسألها، إنه ليه اللاجئين السودانيين بيتعرضوا لكل الانتهاكات دي. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية متابعتها حادثة مقتل الطفل السوداني محمد حسن عبد الله محمد بالقاهرة عن كثب، وطالبت الخارجية في بيان الصحفيين أمس السودانيين بالقاهرة بضبط النفس والسماح للسلطات المعنية بإكمال إجراءاتها في هذا الشأن. وأعربت عن أسفها للأحداث التي تلت وقوع الجريمة من بعض السودانيين المقيمين بالقاهرة، ونوهت إلى متابعة سفارة السودان بالقاهرة للأمر مع السلطات المصرية. أعلنت لجان المقاومة الكلاكلة التصعيد مساء أمس الثلاثاء احتجاجا على اعتقال 2 من منسوبيها ضمن آخرين الأحد خلال موكب كشف نتائج لجنة فض الاعتصام وتعرضهم لحلقة الشعر والاعتداء بالضرب. وقالت لجان المقاومة الكلاكلة في بيان لها إن أحد منسوبيها ويدعى مجاهد تم إطلاق سراحه أمس بالضمانة بعد تعرضه للضرب وحلق الشعر أيضا والاستيلاء على نقوده وهاتفه النقال، ونوهت إلى فتح عدد من البلاغات التي وصفتها بالكيدية في مواجهته، ونبهت إلى أن منسوبها الثاني إبراهيم عوض ما زال معتقلا حتى الآن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشاورات تجريها مع الأمم المتحدة لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان بشأن النزاع في دارفور. وقال بيان الخارجية في واشنطن إن البيت الأبيض أصدر إشعارا باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان المعلن، حيث يحافظ هذا الإشعار على بعض السلطات ذات الصلة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتنفيذ التزامات العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالنزاع في دارفور. ومع ذلك أكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن الخطوة لا تنعكس سلبا على العلاقات الثنائية المتطورة مع السودان أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة. وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 43 حالة، ولاية الجزيرة حالة، وسنار حالة، والقضارف حالتين. وأوضح تقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ 13,866 والوفيات 837، فيما بلغ جملة المتعافين 6,764 متعافي. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية وتطبيق الإرشادات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وآداب العطس والسعال فضلا عن التبليغ الفوري. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور 4 حالات إصابة بحمى الضنك بمحلية الفاشر، تم تأكيدها عبر المعمل القومي ستاك بعد إرسال 19 عينة عشوائية من الحالات المشتبهة. وأوضحت مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بشمال دارفور تقوى إدريس بريما يوم الاثنين أن حمى الضنك التي ظهرت بالولاية من ضمن الحميات النزفية التي تسببها بعوض الإيديس. وكشفت أيضا ارتفاع حالات معدلات الإصابة بمرض البلاريا بسبب كثافة توالد البعوض خلال هذا الأسبوع بمحليات الفاشر والكومة ومكدادة ودار السلام وطويلة إلى 11,493 حالة إصابة. وقالت إن حالة الإصابة بحمى الشيكنغوني بالولاية التي ظهرت مؤخرا قد بلغت 15 حالة إصابة، من بينها 5 حالات من مدينة الفاشر و3 حالات بمحلية مليط و4 حالات بمحلية الكومة وعدد حالتين بمحلية مكدادة وحالتين بمحلية سرف عمرة. دخل نواب اختصاصي النساء والتوليد بالمستشفى السعودي في الفاشر في اضراب عن الحالات الباردة والحرية اعتبارا من يوم الاثنين احتجاجا على اعتداء مرافقين على نائب اختصاصي في غرفة الولادة. وقال نواب اختصاصي النساء والتوليد في بيان له ان رجلين وامرأة اعتدوا على نائب اختصاصي بالضرب في غرفة الولادة، وطالب النواب برفع قضية باسم المؤسسة وليست شخصية، والتزام الإدارة باتباع كافة الإجراءات القانونية وتوفير حماية للكادر الطبي على مدار 24 ساعة، وذلك بوضع حرس في بوابة دخول غرفة الولادة وعدم السماح للمرافقين بالدخول، إلى جانب توفير الشرطة لمدة 24 ساعة في الحوادث، كما طالبوا بتوفير الأطباء العموميين والامتياز لتسيير العمل. تعرض أحد اختصاصيي الجراحة بمدينة الفاشر الاثنين إلى اعتداء جسدي بمحطة وقود من قبل موظف يعمل بآلية الوقود بشمال دارفور. وقالت لجنة أطباء شمال دارفور في بيان لها إن الأطباء يعانون من مضايقات شديدة في محطات الوقود رغم اعتماد قوائمهم من قبل وزارة الصحة وشرطة التموين وآلية الوقود، وطالبت والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق حول حادث الاعتداء بشكل عاجل وتسهيل عملية التزود بالوقود للأطباء ومنح الكوادر الطبية والصحية أولوية في عملية التزود بالوقود طالما أنهم يقدمون خدمة الطوارئ الصحية. كما طالبت اللجنة الوالي بتقييم أداء بعض المسؤولين في حكومته والذين يعملون في أماكن حيوية، وذلك من أجل تحسين أداء حكومة الولاية. قررت محلية الفاشر بولاية شمال دارفور زيادة تعرفة المواصلات الداخلية بالمدينة بنسبة 100% لمواكبة الأسعار الجديدة للوقود، وتقرر وفقا لذلك رفع تعرفة الخطوط الداخلية للمواصلات من قلب المدينة إلى مختلف الأحياء من مبلغ 15 جنيه إلى 30 جنيها، ورفع تعرفة خطوط معسكرات السلام أبو شوك من 20 جنيه إلى 40 جنيها، وخط سوق المواشي الميناء البري من 50 جنيه إلى 80 جنيه، وخط السوق الكبير الميناء البري من 30 جنيه إلى 50 جنيه. وقررت محلية الفاشر تخصيص طرمبات للحافلات وزيادة حصصها من الوقود لمرتين في الأسبوع مع مراعاة الجوانب الفنية المتعلقة بعمل الطرمبات وتفعيل الجانب الرقابي لها حتى تسهم بصورة فاعلة في فك الاختناقات بالمحطات خاصة في أوقات الذروة. عاد التيار الكهربائي إلى ولايات دارفور الخمس بعد عودة المحطات التركية للعمل الثلاثاء. وقال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إن الكهرباء انقطعت بسبب المديونية التركية البالغة 7 مليون دولار، وأشار إلى انعقاد اجتماع مطول مع مهندسي التوليد والشركة التركية وبالتواصل مع إداراتهم بالخرطوم وإسطنبول مع ربط بين إدارة الكهرباء الاتحادية ومدير التوليد الحراري بالخرطوم. وقال إن الاتصالات تكللت بإعادة التيار الكهربائي على أن تتحسن الخدمة تدريجيا في مقبل الأيام مع التزام الحكومة الاتحادية بسداد مديونية الشركة التركية.
وطالب إيجاد حل جذري للعقد الذي وصفه بالظالم لولاية جنوب دارفور. دخل اعتصام منطقة جودة بولاية النيل الأبيض يوم الثامن، ولوح المعتصمون بإغلاق المعبر الحدودي مع دولة جنوب السودان احتجاجا على التجاهل الحكومي لمطالب الاعتصام، ويطالب المعتصمون بقيام السوق الحر في المنطقة وتشييد عدد من الطرق وإلغاء تصاديق وتصاريح البضائع والسلع الداخلة لمنطقة جودة، كما يطالب المعتصمون بتأهيل المدارس والمستشفيات في كل مناطق الوحدة الإدارية وتعويض العائدين من دولة جنوب السودان، إلى جانب تعويض أصحاب الحيازات والمشاريع التي استوطن فيها العائدون من دولة جنوب السودان وتوفير خدمات الكهرباء والمياه. تمكنت لجنة أمن ولاية القضارف من إقناع معتصمي منطقة الحمراء بالولاية من فتح الطريق القاري الذي يربط بين القضارف والقلابات بعد إغلاق دام 5 أيام، وفتح المعتصمون يوم الاثنين الطريق أمام حركة المركبات التجارية والخاصة، مما أدى لاستئناف حركة التجارة والزراعة من وإلى القلابات. وقاد المفاوضات مع المعتصمين مندوب لجنة أمن الولاية المقدم عبادي الطاهر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية، والذي التقى المعتصمين ووقف على إغلاق الطريق ميدانيا وتمكن من إقناعهم بفتح الطريق وإزالة المدارس. وكان مواطنو منطقة الحمراء قد أغلقوا الطريق بسبب تعرض أحد المزارعين لإطلاق نار داخل مزرعته على يد المسلحين والثمين. نظم العاملون في هيئة التأمين الصحي بالخرطوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية تنديدا بفصل رئيس اللجنة التسييرية لهيئة التأمين الصحي، وأكد محمد مصطفى أحمد في الوقفة الاحتجاجية أكد رفضه التأسفي لفصل رئيس اللجنة التسييرية، إلى جانب ما وصفه بتمكين منسوبي النظام البائد بإعادة موظفين جرى إقالتهم في وقت سابق. وقالت الدكتورة منال إن المدير الجديد عاد تدوير منسوبي النظام البائد، موضحة أن الهيئة في معزل عن تغيير الثوري، وحمل المشاركون في الوقفة لافتة تطالب بحماية العمل النقابي وإيقاف الفصل التعسفي لأعضاء اللجنة التسييرية. وطالب الوالي بإزالة التمكين من الهيئة وإلحاقها برقب الثورة، كما طالبوا بتشكيل لجنة إزالة التمكين في الهيئة، ونددوا بتجاوزات في الدرجات الوظيفية. وأضاف محمد مصطفى في هذا الخصوص: أول حاجة نحن كموظفين في هيئة التأمين الصحي نرفض رفض تام الفصل التعسفي الأجري ضد زميلنا الدكتور بشرى، هو باعتبار إعادته للتمكين للهيئة من موظفين فهمة قالته وعادوا تاني نعمل في الشغل بتاع التمكين للكيزان. الخبر الأخير في النشرة: بدأت بمدينة جوبا يوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحلول بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الإفريقي، ويتنازع البلدان على تبعية 5 مناطق حدودية هي كاكا التجارية ودبة الفخار والمجينس والميل 14 جنوب بحر العرب وحفرة النحاس وكافي كينجي. وقال رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ دنجو إن الاجتماعات التي بدأت أمس بين الجانبين بمدينة جوبا ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر في مدينة جوبا، على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض. وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقا لمبدأ حدود 1/1/1956 وتنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدعى، مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه. لهنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.